من الدكتور محمد. دكتور محمد، يعني ايه قانون بيقول ان الكبار القادة في الجيش المصري او القوات المسلحة يعاملوا معاملة الوزراء بعد طلعهم حتى على المعاش، ولهم حصانة دبلوماسية داخل وخارج الوطن؟ هم طبعا هؤلاء يعني بداية شركاء في جريمة واحدة، وهي جريمة قتل الوطن، جريمة تدمير مصر، جريمة القضاء على الديمقراطية والحريات في مصر، فهم شركاء في هذه الجريمة. الباقي الوحيد من هؤلاء المجرمون الذين اشتركوا في هذه الجريمة هو عبد الفتاح السيسي، فهو يقدم لهم هدية التخرج وهدية ترك مواقعهم وترك مناصبهم بتحصينهم بهذا القانون الجديد العجيب الغريب الحقيقة. يعني هذا قانون عجيب غريب، غير وارد أنه هو موجود في دولة من الدول بهذا الشكل، إلا في جمهوريات الموز والجمهوريات التي يحكمها العسكر كما يحدث في مصر الآن. فهو يقدم هذا القانون من أجل أن هو يكافئهم على مشاركتهم له في جرائمه منذ الانقلاب العسكري وحتى تاريخه. وبما أنهم خرجوا الآن من مواقعهم العسكرية كعسكريين، فهو الآن أصبح أمام مشهدين خيارين، يعني هو يخاف من كلا الخيارين. الخيار الأول، إما أن هؤلاء يمثلون له تهديدا حقيقيا في المستقبل بترشحهم في مناصب رئاسية أو مناصب تنافس عبد الفتاح السيسي نفسه ويحظون بدعم وتأييد المؤسسة العسكرية، أو أن ممكن أحدهم يمثل له تهديدا بما له من نفوذ داخل المؤسسة العسكرية، وبالتالي يمكن أن يحدث انقلابا على انقلاب السيسي. ولذلك هو يعني يخرج هذا القانون لهم، يعطيهم كعكة وفي نفس الوقت يكبلهم بقيود حديدية حتى لا يفكر أحد فيهم في أن يكون منافسا له في يوم من الأيام. فهو قانون الحقيقة قانون يعني له الوجهتين، له وجهة التحصين والمنح والحوافز المالية في الداخل وفي خارج مصر، وفي نفس الوقت هو قانون مكبل لهم من ممارسة حقوقهم السياسية وحرية مباشرة حياتهم الطبيعية بعد خروجهم من المجلس العسكري.